أستاذ أسامة الدين، أيضا فيما يخص المشروعية إعادة النظر كمدخل لما يمكن أن ينتج عن هذا من معارف وما يمكن أن نطلع به من نتائج جديدة. شكرا لك أخ جهاد على استضافتي في قناة السودان 24 سودانية. نعم. 24 نعم. هاي القناة يعني الجريئة اللي عم تطرح مثل هكذا مواضيع، يعني مواضيع لتجديد الفكر الديني. بالنسبة للتفاسير مثل ما قال أخي العزيز أنه يجب علينا أن نعيد التفكر والتدبر، وهذا يعني أنا بالنسبة إلي أراه أنه هناك سبع مراحل يجب إعادة قراءة القرآن بموجبها، وتلك السبع هي: أولا الترتيل، أي بوضع المواضيع جميعها في رتل معين، فآيات الطلاق تتكلم عن طلاق، آيات الحدودية تتكلم عن حدود الله، والآيات الكونية والفلكية أيضا تتحدث عن مواضيع الفلك. يجب علينا أن نضعها في ترتيل، ثم في التدبر والتفكر، وبعد التدبر والتفكر نأتي إلى فترة التقليب، فالقلب هنا وليس هنا. فالتقليب هي تقليب تلك الأمور بعد أن نتدبرها وأن نتفكر بها، وأمرنا الله تعالى بأن نتدبر وأن نتفكر، وبعد ذلك ننقلها إلى منطقة العقل، والعقل هنا أيضا، والعقل هو ربط الأمور، ربط الأمور تلك الأمور التي تدبرناها وقلبنا فيها تلك الأمور، وبعد ذلك نحيلها إلى منطقة الفقه، أن نتفقه، أن نفقه الأمر، نفقه بعد أن نعقله، وبعد ذلك نضعه إما في الصدر كحفظ أو في الفؤاد كمسلمة. تلك المراحل يجب إعادة قراءة القرآن بموجبها لحتى نقدر نفهم النص القرآني، الرسالة الإلهية. التفاسير القديمة للأسف اعتبرها الجميع أو الأغلبية أنها مقدسة، ولكن أخطأت تلك التفاسير القديمة التي أكل عليها الدهر في الأمور الفلكية، واليوم نحن بدنا نحكي بالأمور الفلكية لحتى نظهر لكم أنه فعلا نعم. هناك عقب في هذا الفهم. أوكي.